حياكم الله وين ما كنتوا تتابعونا عبر تلفزيون الراي في حلقة جديدة من برنامجكم مسائي. ناكل سياسة، نشرب سياسة، نتكلم سياسة، صار وضعنا بشكل عام كله سياسة. في سياسة الصغير يتكلم في السياسة قبل الكبير، هذا هو شغلنا الشاغل. اليوم راح نتكلم بهالموضوع مع المحلل السياسي بدر محسن النسيس. احنا سعيدين جدا ونتشرف بالتواصل وياك. شكرا جزيلا، وانا اللي اشكركم على الاستضافة. طبعا مثل ما قلت في مقدمتي، صارت السياسة هي الشغل الشاغل للشارع الكويتي. قمنا نسمع كل شيء، يعني حتى لما تروح الدواوين سمعت فلان ايش قال في الندوة الفلانية، سمعت التصريح الفلاني، التويتر شغال سياسة، المواقع مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الأمور منصبة على كاهل المجتمع الكويتي وثقافته. حتى الكلام إذا أنت ما تكلمت في السياسة يعني كأنك أنت في شيء ناقصك اليوم. رأيك في هذا الموضوع وتأثيره على المجتمع الكويتي، ونبدي بالمجتمع بشكل عام. أنا أعتقد بداية أن هذا موضوع من أهم المواضيع اللي تطرق في الكويت حاليا، لأن هذا الموضوع انعكاس لما يحصل في الساحة السياسية بشكل عام. من ناحية هذا الشد والاحتقان الموجود في الساحة السياسية ينعكس على المجتمع بشكل عام. من ناحية أخرى هو أن هناك تخلف واضح في مسيرة العمل السياسي الاقتصادي التنموي على كل الأصعدة، انعكس على شعور الناس أن لديهم اهتمام بالغ في متابعة الشأن السياسي بشكل عام، وبالتالي هذا خلق نوع من المتابعة الحثيثة عند الأب، عند الأم، عند الابن، عند المدرسة، عند كل القطاعات، لأن التخلف والتراجع مس كل قطاعات البلد، مس القطاع التعليمي، مس القطاع الصحي، مس القطاع الإسكاني وهكذا. هذه القطاعات هي قطاعات على تماس مباشر مع كل أفراد المجتمع. لما يكون على تماس مباشر معناته هذا المواطن يشعر أنه لازم يتابع الشأن السياسي اللي عطل هذه القطاعات في مجملها، وبالتالي سيكون هناك للمجتمع انعكاس أو دور كبير في متابعة الشأن السياسي، ومن ثم يصبح لنا يعني أن نقول أن المجتمع صار مسيس من هذا الباب، باب المتابعة الحثيثة، نتيجة للتراجع في كل القطاعات، نتيجة للانحدار في كل قطاعات الدولة مع الأسف الشديد، نتيجة لسوء الإدارة الحكومية في هذه القطاعات. في الدول اللي ما عندها هذه الإشكالية، وهي غالبا الدول المتقدمة سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في اليابان وفي دول أخرى، هذه الدول المواطن لا يعرف حتى أسماء السياسيين، وليس واجبا أن يعرف هذه الأسماء ولا ماذا يجري بين المجلس النيابي والحكومة، ولا مواضيع تتعلق بجماعات الضغط السياسي، ولا مصطلحات عندنا بالكويت اليوم صار الطفل العادي يعرفها معرفة تامة، بل ويغرد فيها في وسائل تويتر وفي غيرها. صحيح. ليش وصلنا لهالناحية؟ وصلنا لهالناحية نتيجة لتوقف الإنجاز من قبل الإدارة التي تدير البلد. هذه الإدارة لم تستطع أن تقدم للبلد شيء، وبالتالي استغلت وهذا مشروع لها المعارضة هذا الأمر لكي تعطي البديل بالنقد القوي، بمحاولة المواجهة، وهذا أصبح واقع، معركة كبيرة بين الإصلاح وبين التردي، بين المحاسبة وبين التسيب، وهذه المباراة الشديدة التوتر بين الطرفين أصبحت مثار اهتمام لدى المجتمع، والمجتمع بدأ يصحو مثل ما قلت وينام ويشرب وياكل على سياسة في سياسة نتيجة لتماسها المباشر مع المواطن العادي. لكن لو لم تكن هناك نقاط يعني تخلف وتراجع في مستوى الأداء في مستوى الإدارة، لما وجدنا المجتمع الكويتي في حاجة لأن يتابع هذه الأمور السياسية على كل الأصعدة. نعم. وهل يعتبر المجتمع ضحية
لهذا التردي وهذه المشاكل اللي قاعدة تصير ما بين الحكومة بدون أدنى والأطراف السياسية؟ بدون أدنى شك. نعم. المجتمع هو الضحية الأساسية من هذا التراجع، من نعم. هذا التردي. لكن أنا دائما أضع اللوم الأساسي على من يملك كل المعطيات، من يملك كل الأموال والإعلام وإدارة الأمور ولا يستطيع أن ينجز. طالما ما يستطيع، الناس لها الحق تذهب إلى المعارضة، إلى نواب يعيدون بما هو أفضل. من هذه الزاوية نتفهم لماذا المجتمع يذهب إلى 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 أطروحات بعض الأحيان تكون قوية جدا وغير معهودة، غير يعني متعود عليها في الذهنية الكويتية وفي المسمع الكويتي، نتيجة لاستمرار تردي الأوضاع. نعم. والقادم سيكون أكثر مع الأسف. إذا ما استطاعت الإدارة التي تدير البلد أن تقدم شيئا لإيقاف هذا الانحدار نعم. على كل الأصعدة نعم. سوف ترتفع لغة التصعيد وسوف يرتفع سقف المطالبات أكثر وأكثر نعم. وسندخل في ليس نفق بل أنفاق مظلمة. عديدة مظلمة نتيجة نعم. لعدم تغير الحال. الطرح الأساسي في حوارنا اليوم احنا قاعدين نتكلم عن تأثير السياسة السلبي ومن الجانب السلبي على المجتمع. لما قلت لك هل المجتمع يعتبر ضحية، أعطيتني إياه من الجانب السياسي والتردي والأسباب اللي وصلنا لها الحين، سبب هذا العراك السياسي وهذا الحراك السياسي اللي قاعد نشوفه بين الأعضاء البرلمانيين وبين الحكومة. ولكن التصدير لمن يجهل أو ليس لديه الوعي الكافي في السياسة، احنا قاعد نتكلم عن أسر، قاعد نتكلم عن عائلات منهم أجيال وأبناء، وأنت مثل ما ذكرت تكلمت عن أن حتى صغار المغردين أصبح حديثهم في السياسة ويتكلمون في السياسة ويستخدمون ألفاظ سياسية. هذه الألفاظ اللي موجودة من شخصيات عامة نقتدي فيها وتعتبر قدوة لكثير من الأجيال اللي موجودة عندنا، هل تعتبر نظام تبعية بأن أكون موالي مثلا لقبيلة معينة أو مذهب معين أو طائفة معينة، بأن أتكلم وأتحدث بهذا الأسلوب من غير لا أعي حجم هذا الكلام اللي قاعد أوصله؟ يعني بالكويت نسميها مجرد حمية أني أنا أتكلم بهذه الطريقة، أم هي وسيلة لفرض حضور أني أنا موجود بينكم؟ دامكم بتكلمون بالسياسة أنا بتكلم وياكم بالسياسة. أنا أعتقد هالموضوع هذا في ضابطين أساسيين. اللي هما الضابط الأول أننا لسنا بمعزل عن ما يحصل في العالم كله. الكويت ليست في جزيرة منفصلة، ما حصل من تطور كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وتطور على كل الأصعدة في بالتكنولوجيا ودخولها في كل المجالات، أدى كذلك من ضمن ضرائب أخرى ندفعها إلى أن يكون هناك استخدام لعبارات وألفاظ مستغربة في دول عديدة. لكن لأن احنا نركز دائما على ما نواجهه في الكويت فنشعر دائما أن الأمور تغيرت عن السابق، تغيرت عن الكويت الماضي. هو ليست الكويت فقط التي تغيرت، العالم كله تغير. هذا الوسائل أنتجت سهولة في استخدام عبارات لم تكن معهودة في السابق. هذا الضابط الأول، أن لسنا بمعزل عن العالم الخارجي وتطور ما يحصل في العالم الخارجي حتى على مستوى، إذا كان يسمى تطور، حتى على مستوى استخدام كثير من العبارات التي لم تكن سابقا معهودة أو مقبولة في 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 المجتمع الكويتي. الأمر الآخر أو الضابط الثاني في الموضوع أن أنت لا تستطيع أن تمنع الجريح أن يصرخ بأعلى صوته. أنت المفروض أن تذهب إلى الجرح الذي يشعر فيه هذا الشخص وتحاول أن تقدم له العلاج، لا أن تقول لماذا يصرخ بهذه الطريقة أو لماذا يستخدم هذه العبارات وهو يئن من الجرح اللي هو حاس فيه. هذا ليس تبريرا لأي أحد، ولكن يجب أن نتفهم لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، لماذا الناس تشعر بأنها يجب أن تصرخ بهذه القوة.
أنا أعتقد أن نشبه أن هناك شخص جريح ويصرخ من الجرح اللي هو يحس فيه، وليس المفروض في هذه الفترة بالذات أن نمعن النظر أو نركز مثل ما نقول في ليش هو قاعد يصارخ. المفروض إحنا نركز ليش حصل الجرح وكيف نعالج الجرح. نعم. اللي هو بنظري في المجتمع الكويتي كيف نجعل كل القطاعات تعمل من جديد بقوة. هذا لا يعني أن القطاعات الآن غير عاملة، لكنها لا تعمل بالتطلع الذي نتطلع له مقارنة على الأقل بالدول المحيطة. في الدول الخليجية اليوم الكل يشعر بامتعاض ويشعر بإحباط شديد نتيجة لتقدم اللي حوالينا واللي كنا حنا يعني نتفوق عليهم، وللكويت الريادة في كل المجالات. الكويت اليوم متأخرة في كل المجالات بدون استثناء، بل أن المؤشرات كلها تشير المحايدة الدولية إلى أن الكويت في آخر القائمة حتى بين الدول العربية مع الأسف الشديد في عدد من القطاعات. لولا الثروة النفطية الإدارة سيئة على كل القطاعات. هذا ليس تحاملا وليس توصيفا فقط يعني من جانب واحد، هو تقرير واقع نعايشه كل يوم. اللي بوصل له بالنهاية أن هذا التصعيد في الألفاظ حصل لسبب، يجب أن نركز على السبب لا أن نركز على النتيجة لنعالج الجذور قبل أن نعالج القشور. القشور هي هذا الصراخ وهذا التأزيم وهذا السبب الأساسي هو تخلف البلد. لماذا تخلف البلد والبلد في فترة لم تأتي في أي وقت من الأوقات هذه الفوائض الضخمة الكبيرة التي ننعم بها بحمد الله منذ 12 عاما إلى الآن، يعني من 12 سنة وإحنا يدخل على خزينة الكويت فوائض ب يعني عشرات المليارات. وهناك إحصائيات تتحدث أن هناك بين نصف مليار إلى تريليون دولار دخلت الخزينة الكويتية كفوائض، طبعا ذهبت إلى الاستثمارات الخارجية وغيرها، لكن المواطن لم يشعر بها بالواقع، بل على العكس المواطن قاعد يتألم من توقف كل الخدمات، من عدم تطورها، من تلكؤ الإدارة في إنجاز المشاريع، من عدم سيرها السير الطبيعي على الأقل مقارنة بالدول المحيطة. والعذر دائما كان أخوي سالم أن هناك صراعات بين الحكومة والمجلس. أنا أعتقد لو نظرنا بمجرد نظرة بسيطة على عدد من المشاريع الكبرى لرأينا هناك مشاريع اعتمدت من المجلس وظلت الحكومة واقفة في هذه المشاريع إلى أن جاءت وأعطت أوامر تغييرية، والأمثلة صارخة. استاذ جابر مثلا، هذا المشروع كان من المفترض يفتتح قبل 6 سنوات، الآن المشروع لا زال ولا زالت فيه أعمال ولا زال الشعب يجهل ماذا حصل في هذا الاستاد. هذا ليس له علاقة بأي صراع، هذا معتمد ومقر ومنتهي. المدينة الجامعية كذلك نسمع بها من 30 سنة، بدأ العمل بها من 2004 إلى، وهذه ليس لها أي علاقة بمجلس الأمة. ومستشفى الشيخ جابر أيضا بجنوب السرة موضوع مشابه، إدارة حكومية بحتة ليس لها علاقة بمعارضة أو بصراعات. لكن على الجانب الآخر هناك مجلس له استحقاقات، هناك نواب أو مرشحين لن يوفروا الحكومة، وبالكويتي راح يجلدون هالليل والنهار، لأن هناك فجوات واضحة، هناك فراغات واضحة، هناك عمل سيء لهذه الحكومة يجب تسليط الضوء عليه، أما لتغيير هذه الحكومة أو لمواجهة الحكومة لما يقوله النواب وما يقدمونه من أدلة، سواء تعلق الأمر
باتهامات تتعلق بالإيداعات المليونية أو ما تعلق بكذلك التحويلات المالية. نعم. كلام وكل التهم. كل التهم التي تم توجيهها من قبل النواب واللي قاعد نسمعها بالشارع السياسي تم توجيهها، ولكن هل هي بمثابة الذريعة التي يتذرع فيها البعض باستخدام هذه الأساليب السياسية اللي يعني قاعد نشوفها تمس الشارع الكويتي وتمس الأجيال؟ هل تقبل على ابنك أن يتواصل معك بهذه الأسلوب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة أم لا تقبل؟ لا طبعا. شوف احنا إجابتك أخذها بعد الفاصل. تفضل ناخذ فاصل مشاهدينا ونستكمل مع المحلل السياسي بدر محسن لنسيس. تأثير السياسة على المجتمع، هذا هو موضوعنا اليوم. وسألت ضيفنا الكريم قبل الفاصل ما إذا كان يقبل على ابنه أو تقبل على ابنك مشاهدنا الكريم أن يكلمك بهذا الأسلوب وبهذا التعالي ويرفع كل الكلافة بينك وطريقة التعامل واحترام الأكبر وكل هذه الأمور من مكارم الأخلاق تتعامل. نعم. أو يتعامل معك، هل تقبل؟ نعم. بهذه الطريقة أو لا؟ أولا خلينا نقرر بداية أنه غير مقبول وغير مسموح لأي كان أن يطلق أي سباب أو أي لفظ جارح لأي كان، والقضاء موجود. يعني بالنهاية هذه الأساليب المستخدمة، إحنا في دولة مؤسسات، غير مقبولة عندنا عامة أن نسمع هالأمور هذه. لا أقبلها من ابن ولا يقبلها غيري من 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 ابنه. لكن نحن نتحدث عن نواب ومرشحين ومواقع قانونية لأشخاص يتحملون ما يذكرون ويواجهون بالقضاء. هذا لا يعني أن نترك الأمور هكذا. يجب أن نبحث لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، لماذا اعتلى السقف إلى هذه الدرجة، لماذا هؤلاء يطلقون هذا السباب، هذه الشتائم بهذه الطريقة من الطرفين. وإن كانت بنظري قد بدأت من 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 طرف مع الأسف الشديد يربط بالفساد. ولعلنا نذكر أن خروج قنوات معينة وإطلاقها لتعابير وأساليب كانت ممجوجة وكانت مرفوضة من المجتمع ولا زالت مرفوضة إلى اليوم. هذه الأساليب ولدت ردود أفعال. إحنا ما نبرر لأحد ولا نقول هذا الكلام كذريعة لأحد أن يستخدم هذه العبارات. نرفضها رفض قاطع، ونرفضها من باب أولى أن تقال لكبير السن، أن تقال لكبير في مقام أيا كان. لكن أن يجب علينا أن ندرك من الذي أوصلنا لهذه الأمور. أليست الحكومة في تقصيرها الدائم في مشاريعها، في تقصيرها الدائم في مواجهة هذه الانحرافات، في تقصيرها الدائم في عدم وجود رؤية للمستقبل على المستوى التربوي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي؟ أليست هذه الأمور مناطة في إدارة الدولة؟ أين هذه الإدارة من كل هذه الممارسات التي ولدت هذه الأمور وبالتالي ردود الأفعال السيئة؟ نعم. إلى متى ونحن نركز مثل ما ذكرت سابقا على النتائج ونترك الأسباب؟ إذن الخطأ متبادل. الأسباب الأساسية أنا ليس متبادلا بنفس الدرجة. الذي بدأ في هذه الأمور هو الذي شرخ المجتمع الكويتي. بس كان المفروض على إدارة البلد أن تواجه الانحراف في بدايته حتى لا يتفشى هذا المرض ويبتدئ يصبح من المعتاد أن تجد ناس تسب وتقذف دون أي رادع، دون أي مواجهة من السلطة. من الإدارة. هذا لا يبرر لأحد، وأنا أرفض أي سباب أو شتائم من أين ما كانت، من سلطة، من معارضة، نرفضها. بس خلينا نكون واقعيين في التشخيص، خلينا نكون واقعيين في المعالجة. أنت اذهب إلى سبب الموضوع
حتى تعالجه، لا تذهب مثل ما ذكرت سابقا إلى الصراخ اللي يحصل من شخص يتألم من جرح معين يشعر فيه. نعم، عندما نرى هذا الوضع بشكل عام، بعض الناس يقولون هل الواقع هذا غريب علينا؟ هل الواقع هذه هل هي متفردة في المجتمع الكويتي ولا هي متعارف عليها؟ لا شك أنها غريبة علينا، ولا شك أنها استحدثت خلال السنوات الأخيرة أو استجدت على المجتمع الكويتي خلال السنوات الأخيرة، لكن يعني لا نريد أن ندخل في جدل عقيم من هو المتسبب. نعم. الآن أمامنا ممارسات سيئة جدا نراها يعني رأي العين مباشرة. يجب علينا أن نكون يعني منصفين وعادلين في مواجهة هذه الأمور، ويجب أن لا نقحم، وهذه يجب أن تكون واضحة للكل، يجب أن لا نقحم المؤسسات الرئيسية في صراعات سياسية. نعم. يعني مقام سمو الأمير المفروض أن ما يدخل في هذه الأمور منذ البداية، وكذلك مؤسسة القضاء. نعم. يعني القضاء يفترض أن لا يقحم في هذه الأمور، لكن حينما تلجأ الحكومة بهذه الأساليب بنظري بهذه الطريقة، هي تولد ردود أفعال لدى الطرف الآخر في محاولة إيضاح الصورة ومحاولة يعني الشكوى لدى المواطنين بإيضاح كثير من الممارسات اللي يواجهون بها الحكومة. نعم. أنا أعتقد الحكومة بوضوح لأنها غير قادرة على تحقيق إنجازات فعلية، هي تلجأ لأساليب متعددة للفت الأنظار عن ما تقوم به حقيقة. نعم. وإلا لو كانت قادرة لما كان هناك مجال لا للمعارضة ولا لغير المعارضة أن ينالون منها بهذه الطريقة، إضافة لترددها في كثير من المشاريع والقرارات. نعم. هذا التردد أيضا يولد لدى الناس عدم ثقة، عدم مصداقية، ويولد لديهم شعور بأخذ حقوقهم أما بالسباب أو بأيديهم، وهذه مرحلة. هذا اللي قاعد تشوفه بالشارع الكويتي؟ أنا أعتقد هذا اللي قاعد تلاحظه في الوقت الحالي؟ يعني أنت قاعد تشوف أن المجتمع الكويتي بدأت في بعض التصرفات أنت تطالعها لا هذا مو مجتمعنا، تغير علي تغيرت علي النظرة. بالفعل، لكن لو كان هناك مثال أو قدوة من الإدارة في محاربة الفساد، في محاربة السباب اللي موجود، في محاربة القنوات الفاسدة، أنا أذكر هذا الكلام وأتحمل مسؤوليته، هناك قنوات، هناك صحف مع الأسف الشديد تضرب بنسيج المجتمع الكويتي، تضرب في مكونات المجتمع الكويتي، يجب مواجهة هذا الأمر. هذا الأمر مثل اللعب في النار، اللعب في هذه القنوات وإدخالها في المعركة السياسية الحاصلة بين الإصلاح وبين التردي مع الأسف الشديد، تولد هذا الانطباع عند المجتمع أن هناك فوضى حاصلة، وهذه مع الأسف الشديد تشعرنا بالإحباط لما نرى مجتمعات أخرى. هذا لا يعني أن المجتمعات التي ليس بها ديمقراطية وتسير سيرا حسنا أن إحنا ودنا نصير مثلها، إحنا نفتخر ونعتز دائما أن لدينا حيوية ولدينا سقف من النقد للإدارة وللمعارضة وللجميع. لكن لما نرى المجتمعات اللي كنا نتفوق عليها في كل شيء الآن تتفوق علينا أيضا في كل شيء، نشعر بإحباط شديد. خصوصا لما نرى أن الموضوع مو موضوع صراعات، ما عادت تنطلي علينا كلمة أن الصراعات توقف البلد. أي صراعات هذه اللي توقف البلد والإدارة لديها الاعتمادات، لديها الموافقات من أعضاء مجلس الأمة، لديها كل الدعم من المجتمع الكويتي، ولديها الوفورات المالية في فترة ما مرينا فيها بتاريخ الكويت، إن عندنا كل هالفوائض وما إحنا قادرين نحقق شيء. هذه تشعر البلد، ومثل ما قلت سابقا لما الإحباط يزيد أنت لا تستطيع أن يعني تلجم هذه المشاعر الفياضة الموجودة، ما تعطيهم ذرائع أو تعطيهم عذر،
لكن تفهم الحالة حتى تضع الحلول المناسبة لها. والمصيبة في الموضوع حاليا أنا أعتقد بدون أي تشاؤم هذا واقع، أنه الشباب وحراكهم السياسي بدأ يتقدم ويتقدم بمراحل على ما تطرحه المعارضة نتيجة للتغيرات الخارجية الحاصلة اللي ينقلها كل وسائل التواصل الجديدة مثل التويتر ومثل الفيسبوك ومثل غيرها. هذه الوسائل بدأت تنقل للشباب اللي يقودون الآن الحراك السياسي، وهذا وضع طبيعي لأن الشباب لديهم عدوى من الشباب في كل دول المنطقة اللي بدأت فيها تغيرات كبيرة جدا. لا يمكن أن تعزل هؤلاء الشباب عن الشباب في الدول المحيطة أو في الدول الخارجية الأجنبية. هؤلاء يطرحون طروحات تأتي لهم بلحظات، الآن يريدون بلدهم متقدم، يريدون بلدهم متطور، لديهم كل الفوائض، البلد يفترض أن فعلا يكون جنة الله في الأرض، عدد سكان قليل جدا، مصادر مالية ضخمة جدا، والبلد مو قاعد يمشي بالسير الطبيعي، مو يحقق إنجازات، السير الطبيعي متوقف، فما بالك بالإنجازات اللي يحلم فيها هذا الشاب، هذه الشابة اللي قاعدين يطرحون دائما الحين بتويتر وفي غيرها إن لماذا الكويت بهذه الصورة. وبدأت تتراجع مقولات إن والله لأن في شد بالمجلس. لو افترضنا إن مجلس الأمة أو الصحافة الكويتية غير موجودة بتاتا، هل هذه الإدارة اللي تدير البلد في الوقت الحالي قادرة أنها تنجز بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات؟ أنا أعتقد الوضع راح يكون أسوأ من وضعنا اليوم. نعم. إحنا بوجود المحاسبة وبوجود الصحافة وبوجود مؤسسات مجتمع مدني وإحنا بهالحالة، فما بالك لو كانت هذه الأمور غير موجودة. وهناك أصوات مع الأسف الشديد تريد بقاء الحال على ما هو عليه، لأن يريدون الوزة اللي تبيض ذهب تبقى أمامهم حتى يتمصلحون من وراء هذا الوضع السيء اللي احنا وقعنا فيه، وهي حفرة عميقة نتمنى أن نخرج منها بإرادة الإدارة للدولة، بإرادة السلطات جميعا، بإرادة الشعب اللي بالنهاية لديه القدرة على إفراز ناس قادرين على وضع الرؤية والمحاججة، الإعطاء البديل الناجح لإخراج البلد من المأزق. إذن كلامك يقول بأن المعارضة أو اللي موجودين بمعارضة الحكومة وانتقادهم للأداء الحكومي يستغلون أي فراغ ممكن يكون وفجور ومشروع ممكن يوصل لهم بالخصومة لهذه الفراغات وإيقاف عجلة التنمية مثل ما تفضلت. لا هذا اللي سمعته. لا عفواً، أنا راح أخذ باقي كلامك وراح ترد علي بهذا الكلام. أيضا تكلمت عن الأحزاب تحت الهواء وقلت أن هذه من ضمن الحلول. آخر فقرة معاك، إحنا راح نسمع منك حلول أيضا، إحنا نبي الحلول من هذا الكلام المختزل كله. نختصر بالفقرة القادمة بعد هالفاصل. تأثير السياسة على المجتمع مع الأستاذ بدر محسن لنسيس. تكلمنا قبل الفاصل عن أنك أنت حضرتك تكلمت أنه ممكن أنها توصل الخلافات بين المعارضة والحكومة عن طريق استخدام بعض الفراغات اللي موجودة، وكانت الأرض خصبة بالنسبة حق المعارضة بالفراغات واستخدامها. هل تصل إلى الفجور بالخصومة أم لا تصل؟ أيضا ذكرت من بين الحلول اللي راح نطرحها إشهار الأحزاب، رأيك في هذا الجانب؟ رأيي أن من الذي يحدد الفجور في الخصومة؟ نعم. إحنا لا نوافق على الفجور في الخصومة أو في غير الخصومة، يعني الحكومة والمعارضة أمام الشعب، والشعب هو الحكم بالنهاية. نعم. السيادة للأمة، وبالتالي هذه مادة دستورية أساسية، يجب دائما الاحتكام لرأي الشعب فيما يحدث. نعم. مثل ما ذكرت سابقا، هذه معركة بين الإصلاح
وبين التسيب اللي احنا عايشين فيه. ما يجب أن يحصل هو أن نعطي الأمثلة الناجحة، وبالتالي نقود من خلفنا المجتمع إلى أفضل المواقع. لكن كوننا ما نبدأ بأنفسنا، ما نبدأ بإعطاء المثل، وأنا أقصد هنا الإدارة السياسية من الجانبين سواء الحكومة أو المعارضة، بإعطاء النموذج الحسن، النموذج الطيب في رسم رؤى استراتيجية مستقبلية واضحة، وكذلك العمل بجد بأمور واضحة ومحددة. الحاصل حاليا هي السلطة غير قادرة مع الأسف الشديد إلى الآن أن تجد لها مسار ناجح يعفيها من هذا الصخب الكبير من المعارضة تجاهها. هذا الضرب القوي من المعارضة في السلطة يلقى أذان لدى الشعب، بدليل نجاح المعارضة في باستمرار في استمالة الشارع الكويتي نتيجة لما ذكرت وما ذكرناه سابقا من فراغات أحدثتها السلطة بعدم قيامها بدورها. هذا التقاعس من السلطة من الحكومة أدى لقوة المعارضة لدى الشارع. لنترك الشعب يحدد هل هناك فجور، وبالتالي محاسبة من يفجر ب يعني عدم إنجاحه بالانتخابات. يعني هذه هي الممارسة الديمقراطية مع وجود سلطة قضائية بالنهاية هي التي تحسم الأمر بجانب وجود رأي عام شعبي. هناك سلطة قضائية يمكن اللجوء لها في حالة انحراف البعض أو تعديهم في 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 حالات معينة. فأنا اللي بوصل له بالنهاية المحاسبة فقط قانونية؟ لا، المحاسبة شعبية. شعبية ممكن، شعبية وقانونية بأداء الشخص نفسه، بأداء الشخص من كلمة قالها، من طريقة أو ممارسة سياسية. نعم، وهناك مهما كان ناجح، مهما كان ناجح أبدا. نعم. وهناك أمثلة عديدة لأسماء سياسية حتى في العالم سقطت بسبب ألفاظ معينة في فترات معينة تلفظت بها. هذه الألفاظ بقيت في الذاكرة حتى في المناظرات السياسية اللي تحصل في 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 أمريكا حاليا، أو في هناك ترصد تام من قبل الشعب لأي سقطة أو هفوة يقع بها المرشح أو يقع بها السياسي، حتى يتم بناء حملة إعلامية كبيرة جدا على هذه السقطة. كذلك أنت عندك ممارسة ديمقراطية يفترض في الكويت، وإن كنا نرى أن هذه الممارسة ما زالت فيها يعني قصور واضح نتيجة لعدم اكتمال تنظيمها الكامل من تنظيمات سياسية، من تداول للسلطة وغيرها. هذه الأمور يجب أن نتفهم موضوع الممارسة الديمقراطية وقواعد اللعبة الديمقراطية. قواعدها أن إذا كان هناك تعدي فهناك قضاء، وإذا كان هناك إجادة هناك شعب يؤيد ويتفق على هذا الشخص أو يمنع هذا الشخص من الوصول. فلنترك هذه الوصاية الدائمة في الدول مع الأسف الشديد النامية والكويت واحدة منهم، أن القائمين على الأمر هم أوصياء على الشعب، هم يرون ما لا يرى المواطن، وبالتالي يحددون ما ينفع المواطن أو ما يعني يترك المواطن. نعم. المفروض أن يترك المواطن، ولله الحمد والمنة أن في الكويت لدينا وعي كبير جدا لدى كافة المواطنين أن يحددوا مسارهم. وفي هذا المجال أنا ودي أذكر وأؤكد وأكرر دائما أنه يجب أن يكون هناك استطلاعات للرأي، يجب أن يكون هناك أجهزة قياس للرأي العام حتى تحدد ماذا يريد المواطن من هذه السلطة، ما مدى رضاء المواطن على هذه السلطة. وبهذا المجال يجب أن لا نلجأ مثل ما تلجأ دول أخرى أن نأتي بمؤسسة حكومية مترهلة غير منتجة
ونقول لها نكلفها أن تقوم باستقصاءات أو استطلاعات للرأي لنحدد مسار البلد القادم. يجب أن نأتي بمؤسسات محايدة، مؤسسات دولية مثل غالوب أو إبسوس أو مؤسسات يمكن الوثوق بنتائجها بالنهاية، لأنها محايدة ليس لها إلا أن تأخذ أجرها مقابل هذا الاستطلاع دون أي تدخل، لها مصداقيتها، لها الثقة فيها. حل من الحلول استطلاعات الرأي عشان لا يأخذنا الوقت. لا بس بكمل بختمها أخي سالم، أنه هذه المؤسسات يجب أن يتم النظر لها أنها أحد الحلول المعينة المساعدة للسلطة للتقرب من الرأي العام ومواجهة المعارضة واستباق الأزمات القادمة بوضع الحلول منذ الآن، لا أن ننتظر نضع من عندنا سياسات بينها وبين المواطن فجوة كبيرة وبعدين نقول والله إحنا اكتشفنا أن أخطأنا بعد سنوات من التأزم والانحدار وكذا. نستبق الأمور بقياس الرأي العام مثل ما يحصل في كل الدول العالم المتقدمة اللي تضع هذه الاستقصاءات والاستطلاعات وتقيس عليها مدى الرضا الموجود. نعم. وفي هذا أخوي سالم فقط نقطة أخيرة، حديث يدور عن الاستفتاء وما الاستفتاء وأن ليش ما يدخل الاستفتاء، هنا مانع دستوري لا يجب أن نفكر بهذا الأمر من زاوية الحكومة، يجب أن ننظر للأمر بمنظار خاص وهو منظار شركات تعمل استقصاءات تعمل تقارير بحثية، مثلا مؤسسة الشال في الكويت نتيجة لما تتميز به من مصداقية كبيرة في الاستشارات الاقتصادية، هذه المؤسسات لها مصداقية، لها أيضا عند الناس ثقة كبيرة، تكلف بتقارير معينة محددة في التنمية وغيرها حتى تعطي السلطة يعني الفرصة أنها تنتج للبلد وفقا لمعلومات وبيانات واضحة. نعم، تجارب كثيرة مرت فيها بلدان وفشلت بالأحزاب وإشارة. أنت تقول أنت هذا حل من الحلول، مع كلمة أخيرة ورسالة توجهها للسادة المشاهدين. أنا موضوع الأحزاب أعتقد أنه يتم تخويف الناس بطريقة كبيرة جدا من التسمية. يا أخي سمها جمعيات سياسية، سمها ما شئت، هي واقعا موجودة بالكويت لكنها تحتاج إلى تأطير قانوني وتحتاج إلى إشهار واضح لكي يعلم الناس من أين أتى هذا التجمع أو هذا الحزب أو هذا أو هذه الجمعية السياسية بالأموال، ما هي الأجندة التي تتبناها، ماذا يريدون أن يعملوا للمستقبل وهكذا. فمسألة التنظيم السياسي هي قضية مكملة للممارسة الديمقراطية الحقة، فلا يجب تخويف الناس من ممارسات حصلت مثلا في لبنان ولا بالعراق ولا بمصر ولا مدري وين. هذه دول لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، انظر إلى الناجي كيف نجا، انظر إلى الدول العديدة التي وضعت هذا التنظيم السياسي ونجحت نجاحات كبيرة ولم تكن التنظيمات السياسية بتأطيرها قانونا عائق أمام التنمية. الرسالة الأخيرة اللي أوجهها للجميع أن يكون أمامنا صورة واضحة لمع الأسف الشديد معركة قادمة للإصلاح. علينا التمسك بممارستنا الديمقراطية ومحاولة الاستمرار في مطالباتنا دون التعدي على أحد، دون أن التلفظ بألفاظ نابية تجاه أحد. نلوم، نعم أنا مع من يلوم، لأن الذي يلام هو من لديه الإدارة ولديه السلطة. ننتقد، نعم ننتقد، وإلا لا خير فينا إذا لم نقلها. إحنا ديننا الإسلامي كذلك يعني تربيتنا مفهومنا عاداتنا مجتمعنا كله يحضنا على أن نكون أقوياء في طرحنا، أقوياء في نظرتنا للمستقبل، وبنفس الوقت
محترمين بين بعضنا البعض. نعم، كل الشكر لك المحلل السياسي بدر محسن النسيس على هذا اللقاء وتشرفنا فيه. شكرا جزيلا. فاصل يفصلنا عنكم وقنبلة من العيار الثقيل وهي قنبلة إنسانية، راح نستمع الاثنين وخبرين كانوا واردين ووردوا في جريدة الراي بعد هذا الفاصل. مواطن يتهم المباحث بضربه وتحويله من شاكي إلى متهم، تفاصيل هذا الموضوع أكيد قريتوه اليوم في جريدة الراي. نبي نسمع من بحمود شو اللي صار وياه بالضبط. بحمود شلونك؟ بحمود ويانا؟ وياك يا نبي نسمع القصة منك، شو اللي صار فيك بالضبط؟ ها طال عمرك تقدمت أنا بشكوى على مواطنة. نعم. كان قبل العيد جت عندنا البيت وهددت أولادي، أنا ما كنت موجود وطبعا كانوا الجيران مشاهدين. تقدمنا بشكوى للمحصل، المحصل أحانا للتحقيق، التحقيق حولنا للمباحث. لما رحت للمباحث وجدت أنه كأني أنا المتهم مو أنا اللي أشتكي، يكلموني في مواضيع ثانية، يكلمني بأمور ما لها علاقة في الشكوى المقدمها. إضافة لذلك أنهم لما سووا التحريات سؤال واحد قال لها أنت رحتي هددتهم، كانت تقول أنا كنت في منطقة ثانية. زين شلون انت عندك شهود؟ هي عندي شهود. انت عندك شهود؟ لا ما عندي. يقدر كان يطلع هي وين يحدد مكانها، ما سوى له شيء، احالها ان كانها ما سوت شيء. لما رجعنا التحقيق كان معي نسيبي، اعتدت على نسيبي بالضرب هناك. اعتدت على نسيبك بالضرب داخل المقصر؟ داخل المقصر ومام الشرطة. نعم. سجلها قضية طبعا لان كان في اصابة بايدة وخياط وكذي، هم حولوا الباحث وخلاص نمشينا. سوى معها والعالم. رجعت بعد يومين أسألهم إذا يبون مني شيء، قال أنا كنت بسافر العلاج. سافرت وجدت أن المحامي يكلمني وأنا برا، قال لي الباحث حطي لك قيد أمني. ليش؟ قال أن في نفس اللي أنت اشتكيت عليها مشتكي عليك في قضية مالية. قلت له الجراء الكلام هذا مو صحيح. المحامي يتحرك مع وزارة الداخلية الوكلة وكذا ومراسلات وتفهموا الموضوع ورفعوا عني القيد الأمني ورجعت مرة ثانية الكويت وتوجهت على طول التحقيق. وعلى فكرة أنا بشكر التحقيق صراحة، مدير التحقيق ورئيس التحقيق كانوا وايد يعني إنسانيين معاي والأبعد الحدود، ورجع حولني دورة مرة ثانية المحقق إلى المباحث. نعم. اللي نعم فتحوا معي مواضيع ثانية وضغطوا علي واعتدوا علي بالضرب والسب والإهانة. الموضوع كان كله إهانة. أنا مواطن كويتي، ليش تبي تهيني؟ ليش تتدعي بالضرب؟ أنا داخل 50 عمري، يعني عيالي كبري، يعني أنا كلمك الحين شار ينبي خلاص كش من اللي سووه فيني. زين ليش طقوك؟ أنت مو مشتكي عليك؟ إجراءات قانونية أن فلان مشتكي عليك و... هذا السؤال، ليش طقيتني؟ ماكو، أعطني أي شيء. حتى لو أنا جريمتي شنو كانت، أنت ما تتدعي علي بالضرب، معناها ترى متقدمة باتهام باطل. ولكن هذا اللي صار. وشنو اللي خوله انه يضربك او يطقك؟ هذا اللي احنا نساله، هذا نسال احنا المسؤولين الداخلية. يعني انت لما طلبوك للتحقيق رحت بمحض ارادتك للتحقيق؟ نعم اي انا رحت. اي رحت. نعم رحت وحضرت عند التحقيق وقلت لك كانوا وايد ممتازين وقال لي هذا اجراء عادي لازم تروح تحريات المباحث. رحت المباحث. ضغط كبير طبعا. ضابط المباحث هذا خلاني العراب، انا خلاني الباتشينو، ما في شيء مطايلة عني حق المسؤولين. انت ليش سويت في كذي؟ يقول كلام 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 ما في. رجعنا احنا التحقيق. ضابط المباحث بيأخرني يوم ويومين وثلاثه على مزاجه. رئيس التحقيق جزاه الله خير قال لا لو سمحت تجيب الان تحرياتك لان انا الرجل هذا راح افرج عنه. انزين انت اخذت الاجراءات القانونيه انك ترفع قضيه وتباشر؟ نعم نعم, نعم. محامي بصدد رفع اساءة استخدام السلطه بهالطريقه معك؟ نعم بصدد رفع شكوى في النيابه العامه ان شاء الله. وطبعا هم قالوا توجه رقابه التفتيش. يعني ما ادري انا اشتكي على الشرطه داخل الشرطه ما احس انها مضبوطه. يعني من شكوى لك انت قدمتها على مواطنه، الشكوى هذه انتقلت لك بضرب انك انت ما ديدك عليها وصارت السالفة. ما أدري عليها. لا هي اتهمتني بقضية مالية. اتهمتك بقضية مالية. بعد شكوتنا عليها بيومين. نعم.
اي يعني ما اتهمتني، انا اعرفها اصلا هذه ما شفتها بحياتي. ما شفتها بحياتك؟ ولا اعرفها هي منو. هي يد قالت انا يعني ما ادري شلون اقول لك، قالت انا صديقي اعرفه بكل وقاحه، سوري بالكلمه يعني صديقي اعرفه رفيجي. لا حول ولا قوه الا بالله. والان الان انا بعد اقول لك انا بيسمعوني الداخليه يعني ضباط الداخليه ضباط المباحث الكبار الان هم طالبيني مره ثانيه، شنو الضمانه انا اجيك مره ثانيه ما تهيني وتعتدي علي؟ شنو الضمانه؟ نعم ما راح اروح بيحط قيد امني بيسوي، ما راح اروح انا، انا راح اروح بعد ما اوصل ان شاء الله للنيابه العامه. وانت خايف من رده فعلهم الاوليه عليك انه يردون يعتدون عليك مره ثانيه؟ انا ما اخاف الا من رب العالمين، بس ما حد يرضى على كرامته صحيح. ولا يرضى على اهانته، ما حد يرضى احنا نعم. بالكويت نعم رسالتك وصلت، في اي شيء حاب انك تضيفه؟ اشكركم انكم يعني سمحتوا لي اقول مشكلتي نعم. واشكر الجريده بعد اللي حطت مشكلتي نعم انزين، واتمنى من المسؤولين انهم يسمعون. واصله رسالتك اكيد واضحه، يعطيك العافيه ابو حمود. طبعا منا الى وزاره الداخليه بالكلام اللي قاله وتفضل فيه ابو حمود، اكيد الضرب والاهانه واهانه كرامه الناس ما حد يقبل فيها. ايضا مواطنه اتهمت خادمه طليقها باساءه معامله ابنتها. احنا عارفين طبعا، انا لما جاني الخبر من عزيز، الخبر كان مكتوب بقلم عزيز و انصدمت تماما، قلت انا لازم اخذ هالاتصال مع المواطنه. معانا تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. معك ام دانا. يا هلا ام دانا تفضلي. انا ابي اسمع قصتك بالكامل عشان تشرحينها حق الناس عشان يفهمونها، لان الصدمه للحين فيني انا ماني قادر اوصلها بالطريقه اللي انت اكيد يعني عايشتها وراح توصلينها حق الناس. طبعا اوجه ندائي في قضيتي الى مدير امن محافظه الجهراء لواء ابراهيم الطراح. نعم. بنتي طبعا في قضيه حضانه بيني وبين طليقي، وعندي حكم رؤيه، فالبنت تجي عندي اربعاء وخميس حلو؟ نعم. فالبنيه لما جتني اذنها قاضينها ثلاث قراض بإذنها. من قارض ابنك؟ قالت الخدامة. ليش؟ قالت الخدامة تبي تسوي لي على قولتها نيولوك. ليش يمه؟ ابنك ملتهبة. ليش ما حد خلاك الطبيب؟ جدتي مو راضية، جدي مو راضي، أبوي خاف على المسؤولية عشان حضانة عنده. اضطريت إني آخذها المستشفى الصباح. إيش كثر المدة اللي كانت فيها متعورة بنتك؟ أسبوع. أسبوع كامل. أسبوع بنتي تتألم وما حد يعني راضي إني أسمعها. بنتي أسبوع تتألم وأنا ما أدري عنها. خذيتها توديت المستشفى الصباح تحويل، قالوا هذه لازم عملية، الأذن من عند القضروف درستها بالغلط، قردتها بالغلط. وديتها مستشفى الجهرة، وبعد ما وديتها مستشفى الجهرة قال ما يصير، لازم يجي الوالد يوقع عملية. دقيت على أبوها تعال وقع العملية، قال ما وقع. هذه صورة إذن البنية على الهواء. ما وقع. وقع لا قال ما وقع عفوا قال ما أوقع العملية. قال ما أوقع، ناطرت من الساعة 10 للساعة 3 ما وقع. هذه البنت ليش تبي بنت عمرها 12 سنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرها 12 سنة ليش يصير فيها كذي؟ يعني بنت الديرة وواحد غير كويتي كذي ظالم. انت ما تقدر تحافظ على حضانه، عطني اياها عطني اياها. المشكله اني انا تزوجت والحضانه راحت من عندي، الحين قاعد استرد بالحضانه. بنتي ليش كذي؟ هذه بعد ما طلعت من العمليه هي ما نجحت، وانا مسؤوله عن كلامي. العمليه فشلت؟ ربما. يقول دكتور ليش انا ما حدد؟ فوق كل هذا قال الصبح يبي يطلعها، قال دكتور ما تطلعها، ما تحلم انك تطلع بين البنيه. رحت عشان افتح الملف ابي تقرير، رحت مخفر منطقتهم ما رضوا انه يسووا لي تقرير. الخادمه ما لك شغل بالخادمه، انا في تقرير البنيه. الحضانه وين؟ عند ابوها. ابوها مو راضي. يا ربي الجا وين؟ رحت رجعت للجريده راي العام،
وبلغت صحفي عزيز بنزي وقلت له الموضوع كله ككل. البنية قد تعاني من يعني شو أقول لك، الإذن راحت خلاص، صار فيها آه مستديمة. وين القانون؟ وين الإنسانية؟ وين حقوق الإنسان؟ ليش يعني يصير كذي؟ ما في أحد جاي معي، بنت طفلة عمرها 12 سنة تقول أبي الطبيب، ما في أحد ياخذها، تروح لجدتها. أنا حمل مسؤولية حق أبوها وجدها وجدتها. البنت تقول أبي أروح الطبيب تعبانة، تجي ملتهبة. وصلت رسالتك أم دانا ويعطيك العافية. شكرا أم دانا على تواصلك ويانا. وصلنا للختام، أكيد الرسالة واضحة مثل اللي سمعتوه، مع أسبوع كامل الأبنية تشكي والتألم، الأبو خايف من المسؤولية والسبب الخادمة أنها أذتها، وأكيد الأهل والأسرة خايفين ليش أن الأبنية بحضانتهم، ولكن يعني ما حد يرضاها على نفسه أن تكون الأبنية بهالحال، أو طفل يكون متعور ولا صاير فيه شيء وأسكت عليه. فوق هذا كله في المستشفى في العملية الجراحية تقول رفض أنه يكون موجود عشان يوقع على العملية. اللي سمعته من عزيز العنزي بالتفاصيل اللي راح تقرونها في جريدة الراي، أن البنية عمليتها فشلت لتأخير حالتها، أن في تآكل بالغضروف داخل أذنها قاعد يصير، والسبب عدم علاجها بشكل سريع. ومنا إلى الجهات المختصة، ووجهت نداءها إلى أمن الجهرة واللواء إبراهيم الطراح، إن شاء الله راح يتكلم ويشوف تفاصيل القضية هذه بعد ما تتكلم معه أم دانا، وإن شاء الله يوصلون حق حل بهذا الموضوع. ديروا بالكم على عيالكم إن شاء الله. شوفكم على خير الأسبوع القادم في قضية أخرى، ومع ألف سلامة.